السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم هو موضوع قديم وتكلمت عليه في العديد من المرات، لكن للاسف الصحافه لم تتطرق ليه. موضوع مهم لدوله جزائريه مسلمه. موضوع هذا يعود بنا الى تاريخ 15 اوت 2017، يعني بعد تولي الاتحادية الجزائرية بقيادة خير الدين زطشي زمام المأمورية بتاريخ 15 أوت 2017، مقابلة القرن، المقابلة التاريخية اللي ديما نتكلم عليها بين الفضائح الاتحادية. الصحافة ما عملت ولا شيء، حاشا البعض. قناة نهار اللي تقول باللي هي شفافة ونزاهة و و و و الرأي والرأي الآخر صم بكم عمي، من بين مشكل قناة نهار مش منظلمه حتى واحد، عديد من القنوات إعلام العمومي والخاص. الدولة الجزائرية آنذاك، لما نقول الدولة الجزائرية مسؤولين وزير الرياضة وغيره وغيره، ما عملوا ولا شيء لأنهم كانوا حاميين هذه الاتحادية وكانوا يتسطروا على الفضائح الاتحادية كأن شيئا لم يحدث. في دولة مسلمة شعبها مسلم تجرى مقابلة مختلطة فيها الإناث والذكور، الحمد لله كاين الأرشيف. البلاد يعني بلا ما ندير لها إشهار ولا نزكيها ولا، من القلائل اللي تكلمت على الموضوع هذا وطرقت للشيء هذا في جريدة البلاد. اتحادية زطشي تبرمج مباراة مختلطة بين الرجال والإناث، ديما نتكلم عليها الموضوع هذا. أول شيء قبل ما نغوصوا في الموضوع، نداء إلى السيد المحترم وزير الرياضة، لأنه الشخصية البارزة لحد الساعة اللي راهو يحارب الفساد وراهو يعمل مجهودات جبارة للقضاء على الفساد الرياضي وخاصة في كرة القدم. يا معالي الوزير، الموضوع هذا يخصك ويخص الدولة الجزائرية المسلمة والشعب الجزائري المسلم. شوف اش دارت الاتحادية هذه، افتح تحقيق في هذه المهزلة والفاضحة الأخلاقية، اختلاط الذكور والإناث، وصمة عار في كرة القدم الجزائرية، وصمة عار في كرة القدم الجزائرية. ما تدافع لي لا زطشي لا غيره، لا جاب لنا كوب دافريك لا ما جابش، ما حتى يجيب لي كوب دي موند، مش أي مش زطشي، أي مسؤول يسكت على المهزلة هذه فهو مشارك فيها. بطبيعة الحال نادي بارادو نادي الاتحادية، يعرف العام والخاص، رئيس فريق بارادو هو رئيس الاتحادية. شوف يا معالي الوزير، القضية أمامك، أتحرك لنا في القضية هذه. أنا القضية هذه تقيس بسمعة الجزائر بالدولة الجزائرية المسلمة والشعب الجزائري المسلم، عيب وعار. نكملوا الآن نغوصوا في الموضوع. اتحادية زطشي تبرمج مباراة مختلطة بين الرجال والإناث، غليان في المكتب التنفيذي للفاف قبيل بداية البطولة. لأول مرة ربما في الكرة الجزائرية يتم فيها برمجة مباراة مختلطة بين الرجال والإناث، وكان ذلك أمس الثلاثاء، وجمعت المقابلة المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 20 سنة، التي واجهت نادي بارادو لفئة أقل من 15 سنة ذكور طبيعة الحال، على ملعب الأخير، على ملعب بارادو نادي لاماسيا. وانتهت المقابلة بفوز الباك بثمانية أهداف كاملة. وتأتي برمجة المقابلة لتطرح العديد من التساؤلات، رغم أن الأمر يتعلق بلقاء ودي فقط، يدخل ضمن أجندة المنتخب النسوي الذي أظهر ضعفا كبيرا عززت الفكرة التي تقول بضرورة إلغاء الكرة النسوية التي تبقى واجهة. هذه بكل ما تهمناش ضعف المنتخبات النسوية وكذا، واجهة فقط بالنسبة للاتحادية، خاصة أن النتائج تبقى بعيدة كل البعد عن المأمول. لكن رئيس الاتحادية الذي يبقى وفيا لناديه بارادو، وفيا لناديه بارادو، ها المصلحة الخاصة قبل كل اعتبار، فوق كل اعتبار. لا تقول لي لا جزائر لا دولة مسلمة لا إسلامية لا والو. إجا المسؤولين اللي كانوا في ذاك الوقت، منهم الوزير الرياضة،
كانت حامية الاتحادية هذه، مسؤولين اللي راهم دركا في العدالة اللي كانوا حاميين هذه الاتحادية وكانوا متسطرين عليها وعلى الفضائح نتاعها، دولة مسلمة شعب مسلم، اختلاط الذكور والإناث بمرضاة الفاف وبفكرة الفاف وخدمة مصالح بارادو. خاطر كي كنا نقولوا حنايا بارادو فوق الجزائر وفوق الجميع، كانت الناس ما تصدقناش، كانت الناس تقول باللي انت تكره بارادو، انت عندك عقدة من نادي بارادو. انا ما عنديش عقدة من نادي بارادو، بل بالعكس انا قلت بارادو نادي جزائري مثله مثل الأندية الجزائرية، معليش نجيب لاعبين من نادي بارادو للمنتخبات الوطنية مش عيب، كي نجيب حتى 5 لاعبين 4 لاعبين من بارادو مش عيب، بصح نجيب ايضا النوادي الجزائرية الاخرى ونجيب المحترفين اللي في اوروبا، دير توازن. ما كانش هذا فريق مبجل لانه فريق الاتحادية ورئيس الاتحادية، لا، أندية جزائرية كلها سواسية كلهم كيف كيف، هذه الفكرة نتاعي. الآن الهضرة هذه في 2017 اللي هضرة تاعنا باللي الحمد لله بالأدلة باللي بارادو فوق الدولة الجزائرية وفوق الدستور الجزائري وفوق التقاليد والأعراف الشعب الجزائري فوق الجميع، بالدليل تحبوا الدليل هاو الدليل كاين دركا، ما على الدولة الجزائرية إلا التحرك وما على المسؤولين الدولة الجزائرية إلا التحرك في القضية هذه، وعلى وزير الرياضة ايضا تحرك في الفضيحة هذه، اختلاط الذكور مع الإناث في دولة مسلمة جزائرية مسلمة والشعب نتاعها مسلم. زج به في كل الفئات العمرية للمنتخبات، هذه الهضرة هضرناها لكل كاتيجوري ديجا، ونفتحوا قوس بوغرا يا زوتشي اللي حبيت بوغرا صح تعاونوا وتدخل كفاءة جزائرية كنت تخليه في الديسات والإيفان، لأن بوغرا دار نتائج ممتازة مع نادي الدحيل لأقل من 23 سنة، يعني عنده خبرة في الليجان في الفئات الشبانية، كنت قادر تعطيه ليجان، بصح تعرف ويعرفها كل الجزائريين المدرب اللي ما يجيبش الجوار تاع لاماسيا في المنتخبات الوطنية تحاوزه مثل ما عملت بوعلام شارف، بوغرا عطيته المنتخب المحلي لأنه ما عندك ما تدير به المنتخب المحلي وأصلا مقصى ومنافسة مازالت طويلة، وزيد البطولة كرتونية منحرفة وما عندكش ناقة ولا جمل ما عندكش فايدة، صح الفايدة الكبيرة في الإديسات والإيفا، لو تجيب بوغرا في الإديسات وفي الإيفا ما يتبعوش لجوار تاع لاماسيا، والمثل اللي يقول ولجوار تاع لاماسيا وين يروحوا، والفاهم يفهم. وحتى في مباريات الخضر وهو كما قلنا لكم كل مقابلات المنتخبات الوطنية لعبوا لجوار لاماسيا بما فيهم حتى ليكيب آف وقت الكراز وماشر، وهو ما يفسر قبوله أو أن يواجه المنتخب الوطني لجنس اللطيف السيدات أو البنات بفريقه الذي بات يواجه ضغوطات كبيرة من الشارع الرياضي بسبب خرجة رئيس الاتحادية الحالي الذي لا يترك أي مناسبة للتشهير بلاعبي الباك. لاماسيا قلت لكم فوق الدستور الجزائري فوق الشعب الجزائري المسلم، لاماسيا خط أحمر ما قلتش أنا، سياسة الفافي يتحدث هكا، سياسة اتحادية لاماسيا بارادو فوق الشعب الجزائري فوق الدولة الجزائرية فوق الدستور الجزائري اللي يتحدث على الشعب الجزائري المسلم فوق الشعب الجزائري المسلم، لاماسيا خط أحمر، لاماسيا بعد تجي الدولة الجزائرية والشعب المسلم والدستور، لاماسيا فوق كل اعتبار، الله غالب أنا خاطئ، لاماسيا وبارادو رئيسها ورئيس الاتحادية هما اللي داروا فضيحة هذه، مفروض دولة تحرك والتحرك بسرعة. بدليل أن قوائم جل المنتخبات لا تخلو من أسماء هذا الفريق الذي نعرفوه وشفناه بعيننا، بالرغم من أنه في العديد من المرات مدربي المنتخبات لا يعرفون هؤلاء اللاعبين وهم حصر مع منتخب محلي لا تشتي أكثر من لاعب الباك، هذه فضيحة تاع منتخب المحلي ضد ليبيا اللي جاو لي جوار تاع الباك لاليسا كاينه، الكراز ما فهم فيها والو، الكراز ما فهم فيها والو، قال لاليسا فيها لي جوار تاع الباك جوار ما يعرفهم ما شافهم، واش تحب هذه اتحادية الاحتراف.
والأكيد أن تخبط كبير تعيشه الاتحادية الحالية، والتي تؤكد عدم خبرة ودراية الرجل بكل خبايا التسيير، وهو ما يفسر ربما الخلافات الكبيرة التي نشبت في الفترة الأخيرة، والتي كانت في معظمها لا تسمن ولا تغني من جوع، وكان جليا بالرئيس الحالي أن يتجنبها والتركيز أكثر على تصحيح أمور المتعلقة بالسياسات العامة للكرة الجزائرية. ويعيش مكتب التنفيذي حالة من الغليان بين أعضائه بسبب رغبة كل طرف أن يبرز مصالحه قبيل انطلاق البطولة. يعني كل واحد حوس على مصالح نتاعو، وهذه شيء قديم. هذه كل ما تهمناش عندي بالسبونسر، هذه كل مواضيع ما البطولة يحكوا في جل مقال في الأخير يحكي على البطولة. مش حبيت نرجع فضيحة هذه يندى لها الجميع، فضيحة لدولة مسلمة لشعب مسلم اللي نسبة كبيرة من الشعب الجزائري مسلم. عيب عيب في بلاد فيها العلماء المسلمين، فيها العلامة عبد الحميد بن بديس واللي حاربت الاستعمار الفرنسي والاحتلال الفرنسي وخرجته عن دفاع عن العقيدة الإسلامية، يكون فيها يجوا فيها ناس يهمناش زيد ولا عمر، يهمناش الأسماء، احنا يبسطوا ولا يديروا يفرضوا مصالحهم الخاصة على مقومات الشعب الجزائري المسلم وعلى الدولة الجزائرية المسلمة خدمة لمصالحهم الخاصة، اختلاط الذكور مع الإناث في كارثة كارثة بأتم معنى الكلمة. موضوع قديم، لكن أتمنى من الدولة الجزائرية التحرك، أتمنى من وزير الشباب والرياضة التحرك وفتح تحقيق معمق بهذه الفضيحة، فضيحة الأخلاقية التي تمس الكرامة ولا تمس كرامة المسلم، كرامة الشعب الجزائري المسلم، تمس مقومات الدولة الجزائرية المسلمة. احنا مناش ضد الرياضة ولا ضد كرة القدم ولا ضد نادي بارادو ولا ضد المنتخب النسوي، لكن لا يجوز يا أخي، لا يجوز، مناش كفار احنا، نضرها لك بالدرجة، احنا شعب مسلم. إذن وزير الشباب والرياضة، الصحافة حشر بعض، أما البقية انبطاح، زيد له انبطاح مع الوقف. نداء للوزير الشباب والرياضة، إن شاء الله بارطاجيو الناس هذا الفيديو، وإن شاء الله يشوفوا وزير الشباب والرياضة يفتح تحقيق باش تعرف هذه الاتحادية وش كانت تدير. بالأخير ختمت مراقبتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.